بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله بامر الله النهارده هناخد المحاضره السادسه في منظور العماره لعلم رياضه للالتحاق بفنون جميله قسم عماره. تمام، النهارده هناخد ان شاء الله انتريه. تمام، ينفع انتريه سفره، بعد كده ممكن نحول اوضه نوم، مفيش مشكله خالص. هو النهارده بقى هنرسم بنقطه هروب واحده بس. احنا كل المحاضرات اللي فاتت كنا بنرسم بنقطتين هروب، النهارده هناخد نقطه واحده بس. الفكره الرسمه بقى ان شاء الله هنرسم هنا كده مستطيل، بناخد التمام اللي احنا في الامتحان بنرسم بعرض السكتش كده زي ما انتم شايفين بالعرض، ما بنرسمش كده، كده غلط، لازم نرسم كده في الامتحان. فبنرسم مستطيل هنا كده بالشكل ده، بحاول بقدر الامكان ما يبقاش كبير جدا ولا صغير قوي، يعني كده بالنظر كده هو في النص كده معقول. ده كده المستطيل بالشكل ده، ده الاوضه اللي هنرسمها بنقطه هروب واحده. شوف احنا عملنا المستطيل الاول لسه ما حطيناش النقط. النقط بقى بتيجي ازاي؟ بتيجي بتقاطع القطرين، تقاطع القطر ده مع تقاطع القطر ده هيديني السنتر، المركز اهو، يبقى دي نقطه هروب بتاعتي. جت منين يا جماعه؟ من تقاطع القطر ده مع تقاطع القطر ده اداني البوينت بتاعتي. بعد كده نحط المسطره كده على النقطه دي، خلي بالكوا على النقطه اهو، على النقطه يا جماعه، اهرب كده للاخر، مالكش علاقه بالورقه، ما تجيش تقول لي انا هعمل كده لحد الزاويه بتاعت الورقه، مالكش، لا انا يهمني من النقطه اهرب كده. نفس الحكايه الناحيه التانيه، كل شغلك النهارده من النقطه بالمنظر ده كده وهكذا. برضه اهو النقطه اهي، حط المسطره كده نهرب بالشكل ده اهي على البوينت. اداني ايه يا جماعه؟ ادي السقف وادي الحيطان وادي الارض. تمام، اول حاجه في الرسمه دي بالذات تعملها الوزره اللي انا هقول لك عليها دي. باخد خط كده فوق ده، دي اسمها وزره، اللي هو السفل، احنا بنسميه السفل او الوزره. بعد كده احط المسطره على النقطه، وبرده السفل هيتهرب يا جماعه، لازم النقطه كده اهو على النقطه دي هرب كده. هيحصل هنا حاجه غريبه، شايفين ايه؟ هنا بقت كبيره وهنا صغيره، مالكش دعوه، ما تقلقش، انت كده ماشي صح. هتحط المسطرة على النقطة ونهرب كده، طول ما دي بقت أكبر كده من دي يبقى أنت كده مهرب، شغلك مظبوط. تاني خطوة اللي هتنجحك من غير ما تكمل أصلا الرسمة الباب، بس هنعمل باب طرقة، باب مفتوح. هناخد كده خط أهو، اتنين تلاتة. من النهاردة يا جماعة تحفظ معايا إن الباب تلات خطوط مش خطين، تلاتة. عظيم، الباب ده لازم يكون عالي كده، اوعى تعمل الباب قليل، ما تعملوش واطي هنا تحت، لا لازم، شوف ماشي مع دي، من هنا هنعمل دي كده اوف هورزونتال دي بس. بعد كده بمسح كل الزياده دي. تمام، امال السقف بتاع الباب نعمل فيه ايه؟ بص هنا وانت تعرف السقف ده معمول ازاي، متهرب صح كده، يبقى ده يتهرب زيه اهو، من هنا يتهرب بالشكل ده. عارف انت لو مسحت كده كده احنا عملنا الطرقه اللي بره اهي، ودي ناخدها افق بالشكل ده. شفت الطرقه بقى دي مهمه جدا بقى، لان يهمني الطرقه. باجي هنا كده ارسم الطرقه ازاي؟ برسم لاين كده شايفين اللاين ده، خلي بس معدول بيوازي اللاين ده كده، ما تخلوش لحد تحت كده غلط، انا عايزه لحد هنا بس. ابتدي اهربه كده، دي تتهرب على النقطه اللي هنا اهو، عارفين دي ايه؟ دي الطرقه اللي ماشيه كده. طب احنا عايزين الطرقه اللي ماشيه كده هنعملها هورزونتال افقي اهو، هنعدلهم تاني. شوف المسار ده ازاي، عدل زي ده زي الافق كده. شوف طبعا عندنا بعد رابع وبعد خامس كمان اهو. طيب لو احنا خدنا خطوط افقيه كده، يعني كملت ده زي ما هو وخدت خطوط زيه بتوازيه بلل ليه بالشكل ده. طيب مش الخط ده يا جماعه ده متهرب؟ كملوا كده على النقطه اهو، ومن نفس النقطه برضو هرب خطوط اي براحتك، اي مسافات، شوف هيحصل ايه. هتلاقي السيراميك اللي جوه اتعمل اهو. تمام تمام تاني خطوة بعد كده هنعمل حاجة اسمها بر، اللي هو البرواز اللي حوالين الباب. الحاجات دي طبعا صغيرة بس مهمة، دي هنخليها دبل كده،
ده البرواز اللي حوالين الباب اسمه بر، ونهربه بالشكل ده. طبعا انت لما تبص على الشباك عندك ولا الباب هتلاقي فيه برواز كده حواليه، هو ده البر بتاعنا، بيدي منطقية للرسمة واقعية بالشكل ده. طيب فاكرين بقى الوزرة دي عملتها ليه؟ ليه بقى؟ محدش سأل. يا جماعة احنا عملناها عشان دي الانتريه. معقولة؟ طب ازاي؟ تعالى نشوف كده مع بعض. هاجي هنا هرسم خط اهو، هنوصل دول ببعض كده، اصبحت هي الشلتة بتاعت الانتريه. هنيجي بقى نبتدي من الشمال. من ايه الشمال يا جماعة؟ فوق الخط ده هرسم تسعة كده، يبقى اطلع فوق الخط وانزل عنده. خلي بالكم هنا تاني، لازم اطلع فوق الخط، ده المسند بتاع الكنبة، اهي فوق الخط وانزل تاني، وابتدي اهرب ده كده. شفتوا هنا على النقطة اهي، الكنبة ابتدت تبان معانا بالشكل ده. طبعا ما تخليهاش كبيرة، لو خليتها كبيرة بقت سرير كده ما ينفعش، انا عايزينها انتريه. هناخد خط افقي بالشكل ده زي دي، لحد هنا بس، شايفين؟ مش دي كيرف؟ يعني دي اسطوانة؟ كملها الاسطوانة يا باشمهندس، اهي دي اسطوانة، كملها الاسطوانة. امال هنعمل ايه بعد كده؟ اوصل بس كده اهو، هتلاقي الكنبة اتعملت في ثواني. تمام؟ جميل. ممكن بقى تعمل الكنبة كده لو عايز، تديها ستايل حركات بقى كده، مش لازم كلها تبقى واخدة كيرف. تمام؟ تمام. طيب فين بقى؟ لو احنا قسمنا دي ثلاث مسافات كده هتديني الشلتة بتاعت الكنبة، ونهربها كده. يبقى دي الثلاث شلت بتوع الكنبة هم يا جماعة ظهروا معانا. هننجدها. بص بقى، احنا لو سبناها كده في الامتحان مفيش مشكلة، بس ايه؟ شوية لمسات كده جميلة مع ظل ونور بتخلي الرسمة حقيقية. يعني هلف دي لجوه كده اهو، يبقى كده اطلع بيها لبره. ممكن تحط لها كمان رجل الكنبة يعني. يبقى دي لجوه اهي، ودي لبره كده. تحس ان الكنبه بقت تحفه. طب ما تنجدها كمان، كل خط انت عملته هتاخده كيرف. ازاي؟ اللي فوق ده هياخد كيرف كده. شوف حس الكنبه بقت، شوف كيرفاتها ايه، حتى الايدين هتاخد كيرف لفوق، ودي هتاخد كيرف لتحت. حس الكنبه بقت حقيقيه وتحفه بالشكل ده. ممكن بقى تمسك القلم كده وتظلل. طبعا انت مش لازم تعمل بايدينا كده، احنا ممكن في قلم اسمه قلم تسيح فحم، ممكن تشتغل بيه لو حبيت تسيح بيه، مفيش مشكلة خالص، مش لازم تسيح بصوابعنا كده المنظر ده. ممكن بقى تروشها بقى، تعمل لها شلاشيب بقى وحركات كده. ممكن بقى تعمل حركة تانية، تقوم شايف، بص خلي بالك دي كيرف لتحت، اعكسه، يا ده لتحت عكسه، اعمل كده واعمل كده، هتلاقي شلتة تحفة اهي. طب ما نعمل واحدة شلتة تانية كده بالشكل ده، خدها كده، بس لازم تنزل على الأرض كده اهو. ونديها بقى لون أغمق شوية عشان تبان مع الكنبة. ممكن نعمل هنا ظل للاتنين، تحس إن الكنبة بقت. يبقى دي شوية إضافات بقى، أنت ممكن بقى تعيش اللحظة في الامتحان، تعيش إن أنت مهندس ديكور بقى جامد، وتعمل شغل تحفة بالشكل ده. تمام؟ طيب احنا كده عملنا الكنبة بكل سهولة، هي نفس الفكرة بتاعت الكرسي. طب ازاي؟ اجي هنا اهو ارسم خط عمودي بالشكل ده، شوف خط فيرتيكال اهو، بس خلي بالك ما تدخلوش تحت بره، يعني انا عايزه يسند على الحيطه. يبقى ابتدي منين يا جماعه؟ من هنا اهو، ونعمل دي كده. طيب مش هو الكرسي ناحيه الشمال؟ الكرسي ناحيه ايه؟ ناحيه التسعه دي، يعني التسعه دي يا جماعه هناخدها كده اهي، وناخدها افقي بالشكل ده. بعد كده ابتدي اهرب من هنا. على فكرة انا قاصد ان انا هدخل الايدين في بعض، يعني هنا المفروض قاصد ان الايد دي تخبي دي او تلمسها، مفيش مشكلة.
عشان ما بقاش فيه فراغ ما بين الانتريه وبعض. طبعا ده هيتمسح كده. شوف هنا بقى دي ظهرت ازاي معايا اهي، مش ده افقي وده افقي، يبقى كمان الزاويه دي افقيه ودي كمان افقي. هنعمل دي كده المفروض دي تيجي هنا اهو. بص من دي كده من اول هنا اهو، الكيرف ده لازم يمشي على النقطه دي يجي هنا، يبقى الكيرف ده هنا لازم دي تبقى اكبر من دي. مجرد ما اوصل بقى كده يا جماعه هتلاقي الكرسي جامد اخر حاجه. طب واحد يقول لي طب ما انا عايزه نفس الستايل ده، مفيش مشكله ولا تزعل. هو يا باشمهندس اعملها كده، ادينا نفس الستايل. طب والتنجيد يتعمل برضو عادي جدا، ده اللي جوه كده، دي كده اهو اللي جوه. وادي كمان الرجول بتاعته، شوية ظل بسيط خالص مع شوية تنجيد، هتحس ان الموضوع حقيقي وجامد جدا. تمام كده، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ الكرسي اهو بتاع الانتري. طب واحد يقول لي طب احنا هنفضل نسيب الدنيا دي كده؟ اقول لك لا، احنا ممكن نعمل حركه اجمل من كده. عارف لو انت كملت دول زي ما هم بالشكل ده كده، يعني دي اهي ودي اهي، افرض بقى عايز اعمل كرسي هنا اهو، ده الكرسي اللي هنا والايد دي تيجي هنا اهو كده. مش احنا كنا بناخد دي كده افقي اهي، وادي الايد اهي، يبقى كل ده افقي، حتى دي ناخدها افقي بالشكل ده هورزونتال كده. دي من اول هنا نطلع كده، مش احنا دفعنا دي سلندر اهي، ادي الاسطوانه اهي. فاكرين دي كانت بتيجي ازاي؟ اللي هنا كنا بنحط المسطره على النقطه دي ونهرب كده من هنا بدوتة اهي، دي مع دي، يبقى ده العمق اهو بتاع الكنبه او الكرسي سوري. ونعمل كده برضه نفس الشكل، ممكن نعمل اهي لتحت لجوه كده موجه عشان يبان نفس الستايل بتاع الانتريه كل واحد. دي انا اخدها للداخل كده، طب والكرسي اللي ورا بقى، شوف الكرسي اللي ورا حصل فيه ايه، مسح كده واستخبى، يبقى الكرسي ده خبى، الكرسي ده تحسسك بالموضوع حقيقي جدا. كل ما تزود في الرسمه دي هو انت كده خلاص، هو تقريبا عملت سجاده ولمبه، انت كده سانك يو، مش عايزين منك اكتر من كده. ولكن هوريك بس انا شويه حاجات صغيره هتخلي الرسمه تحفه احلى من كده. يبقى كل اضافه احنا بنضيفها هتنفعك ان شاء الله في الجامعه بعد كده من ناحيه الابداع. مش هتقعد تدور على افكار كتير، انت عندك الافكار اهي تقدر تستغلها في بيت الرسومات. بص بقى الحته دي اجمل منهم كلهم، انت ممكن تيجي هنا اهو، بس انا هسيب لك دي. المفروض اصلا لو انا احط اي حاجه المفروض تخبي الكرسي من جنب، ولكن انا هبعدها بس منطق، يعني هي مش منطقيه طبعا نسيب الفراغ ده كله، بس هنشوف مع بعض. ادي خطين، شوف انا استغليت الفراغ في الحته الصغيره دي هعمل فيها ايه. تخيل معايا، هربنا من النقطه، هربنا كده، انزل كده مسافه، دي عبارة عن أرفف مثلا نيش، مكتبة تلفزيون، مكتبة عادية مش شرط تلفزيون. خلي بالك بقى، أهم حاجة إن دي تنزل على الأرض، ما تقفش حد هنا، لو وقفت لحد هنا يبقى أنت كده معلقة على الحيطة، لازم تسند الأرض أهي،
يبقى في الحالة دي نعمل كده. لو مسحنا دي كده ورسمنا خطين فيرتيكال عمودي هنا، حطيت لك اكره هنا، شفت يا باشمهندس؟ شفت ان في ضلفتين اهو، ادي ضلفه ودي التانيه. طيب احنا ممكن نعمل ارفف، ممكن نعمل مثلا الحته دي ضلفه لوحدها، يعني عملنا كده تبقى دي ضلفه ازاز اهو. طب احنا ممكن نعمل دي افق كده ونقربها، يتحط هنا مثلا تلفزيون، يتحط اي حاجه مش كده. ابتدت هنا ادتني مكتبه حلوه جدا، ممكن اخلي طبعا ده ازاز، ممكن اعمل له بقى فريم يبقى شكله احسن عشان يبان ان هو نيش بقى وحركات النيش كده. ممكن نعمل اللمعة بتاعت الإزاز بقى بالشكل ده، ممكن ده نديله شادو كده يبقى شكله أحسن. لو حبيت تحط كتب تحط أي حاجة، ممكن عايز أرسم كتب مثلا، بس دي مفتوحة كده أهو، دي لتحت كده، ليه لتحت؟ عشان إحنا تحت النقطة، لو فوق النقطة يبقى، لو عملنا فوق كده يبقى لفوق. انت كل موضوع انك هتاخد افق بس كده، مش شرط بالمسطرة كمان، هي بس من هنا كده ونزل خط عمودي. طبعا اكيد دول هيتمسحوا كده، بقت مراجع اهي يا باشمهندس. ممكن تغمق واحد وتسيب واحد فاتح وهكذا، ممكن كمان تعمل كتاب هنا مايل عليهم. كل كيرفاتك لتحت مش لفوق، مفيش حاجة اسمها لفوق، طول ما انا تحت خط النظر يبقى كل الكيرفات بتاعتي لتحت. كده عملنا مكتبة في ثانية، هوريك بس حركة كده جدعنة. هنعمل خط ميل كده، خط ميل هنا هنكتب حرف اس. بص كيرف اهو كده، حرف اس اهي صح كده، نعمل لها خط لفوق فيرتيكال راسي كانك عملت اس وعملت لها تاج. تعال نعملها تحت كده بس مقلوبه، كيرف كده وكيرف لتحت، وننزل بقى الراس، الراس ده لتحت عكس ده، وتعالى نهربهم ونشوف هيحصل ايه. ولا سحر ولا شعوذه يا باشمهندس، عملنا كده ادي خط، كل ده متهرب على النقطه، وشوف حصل ايه معايا. حصل كورنيشه بقى فوق، طبعا انت لما تشوف النيش عندك او الدولاب هتلاقيها بنفس الشكل ده. هرب كده، طب هنا بقى اشوف حصل في فراغ وكده، كنت انت زعلان مني او انا كنت زعلان منك من الفراغ ده، طب ما انا هنستغله. تعال نشوف مع بعض، لو انا عملت كده خطين كده انا بعلمك ازاي تستغل الفراغات بطريقه سهله جدا. شفت بقى هتمسح دي كده، برضه انا ما مسحتلكش الانتري كله يعني، ان انا كنت عايز اخلي لك الظهر عشان تبقى شايفه ازاي. بقى الترابيزه جامده اخر حاجه اهي كمان، شوف استغلنا المكان ازاي. ممكن اخليها بقى خشب بقى حركة كده، ممكن تخلي ده كده خطوط على اي فيرتيكال اهي. الخشب بتبقى فيه خطوط، دي اسمها السمرة بتاعت الخشب، السمرة بتبقى كده كأنها تمانيات بالظبط بالشكل ده، وخطوط عادية فيرتيكال. تحس كده ان ايه الخشب حقيقي بالمنظر ده. شوف هنا تحس ان الدلفة بقت حقيقية،
كده حسينا بالموضوع ممتاز. يبقى كل ما بتزود في الرسم العمارة وخصوصا الديكور ده، كل ما يديك واقعية للموضوع كده. فاضل لنا بقى السجادة. طيب فاكرين طبعا الكرسي انا كنت عملته بسرعة وانت ما خدتش بالك منه. طب هقول لك بطريقة سهلة جدا من غير مسطرة ومن غير مهرب كمان. طب ازاي؟ تعال نشوف الكرسي ده كده. ادي خط اهو، من هنا خط اهو، اطلع كده فوق اهو، يبقى ده هورزنتال كده. نطلع لفوق وناخد دي كده، شايفين دي؟ هي دي ناحية اليمين. مش ههرب اهو، قلت هاخد كده كأني بهرب. او خد بالك اللي ده موازي ده اهو، يبقى انت بترسم عينك على ده. ناخد بقى الايد التانية اهي، وناخد دي هورزنتال كده، ما مسكتش مسطرة اهو، كل ده فري هاند اهو. فاكرين دي كنا بناخد من هنا كده اهو، خفيف مدقق من نقط كده اهو لحد ما تقطع هنا. يبقى ده باريل ده اهو. اول ما تقطع مع دي ناخد الكيرف ده، مجرد ما اعمل كده اهو ابتدى يديني الكرسي. طبعا هتقولي نفس الستايل، حاضر اهو يا سيدي نفس الستايل تمام. ونعمل له برضو الشادو بتاعه. شوف انت عملت اوضة انتري جامدة اخر حاجة مع التنجيد بقى. طيب في حاجة بقى أجمل منهم كلهم، هعمل لك كونسول كده. خلاص فاضل لنا كونسول ولمبة وشوية ديكور بسيط خالص، تلاقي الرسمة خلصت. تعال نشوف الكونسول هيتعمل ازاي. شايف؟ خلي بالك بقى شوف هنعمله فين. قول لي أنت مكان فين. أهو الحتة الصغيرة دي، معقولة؟ تعال نشوف مع بعض كده. أدي خط أهو. الكونسول ده بالمناسبة هو مراية كده بتبقى جنب الباب، هي ده الكونسول. خطين أهم وخط كمان، يبقى كام خط كده؟ تلاتة. وخط كمان على الأرض، على الأرض خلي بالك، على الأرض يا جماعة أهو. كل ده يتمسح. تقول طب كنا عملنا ليه والتعب والشقة وشقة عمري والكلام ده؟ ما تقلقش، في أحلى من الباب أهو. كأنك بتكتب حرف اس مقلوبة، خليها دبل كده. فاكرين البتاعة دي؟ او دي. تعال بقى هشوف هوريك حاجة اجمل منها. شاف الشخبطة دي؟ شخبطة اهي، انا عملت شخبطة. الشخبطة دي اهربها كده. اديتني كورنيش احلى منها كمان. طب هنا ممكن نقسم دي نصين. اه طبعا ممكن نقسمها كده ونخلي ضلفة كبيرة كده، ودي درج كمان، او دول درجين اهو. كل ده متهرب على النقط، اوعى تنسوا على النقط. يبقى انا عملت اوكرا 3 دي اهي، اوكرا زيها. عارفين دي هنعمل فيها ايه؟ هناخدها هورزنتال افقي، تيجي زي ما تيجي ما تقلقش اهو. شوف جت فين؟ هي الحته دي. طب خساره اقول لك ما تخافش، هنعمل هنا حته كده كانها مرايه. طب المفروض كانت تكمل، بس يلا حظنا وحش مش حلو، مش الحته كانت صغيره قوي، بس هنبين انها حته ايه المراية اهي. طب الورقة لو كانت اكبر شوية كانت بنت احلى من كده كمان. خلي بالك ده كيرف اهو، يبقى لازم يرد عليه بكيرف، ما ينفعش تعمل عكس، لازم يرد بنفس الكيرف عشان كونه واخد بومبي من هنا، يبقى ده بومبي من هنا. ممكن بقى تخلي دي مثلا ضلفة كده اللي هي اوكرا اهي. يبقى قدرنا نستغل الفراغ الصغير ده بحاجة انتيكة جامدة جدا اهي. واخيرا يا باشمهندس هنبتدي نعمل سجادة ونهربها من النقطة. ادي السجادة هربها الاخر، ما تخليهاش ليها نهاية نهاية يعني، عشان يبقى شكلها احسن. بعد كده نعمل لها برواز او فريم من هنا. ادي السجادة، ممكن بقى تديها زل لو حابب. في حاجة ناقصة في الرسمة،
معقولة؟ طب الناس الضيوف اللي عندك دول ما هتحط لهم الحاجة فين؟ على ايه؟ يعني جالك مثلا تضيف تحط لهم الحاجة الساقعة، الشاي، تضيف الناس دول ازاي؟ لازم نحط ترابيزة. طيب لو حط ترابيزة منطقيا ما ينفعش احط ترابيزة كده بعيد. الترابيزة لو اتحطت لازم في كل اتجاه لازم تخبي ده، يعني لازم تيجي كده. ونهرب على النقطة. ممكن نعملها كده ودي أسهلهم، يعني تاخد خط مائل بالشكل ده. يبقى لازم يا جماعة تخبي الكنبة منطقيا. وطبعا ممكن تشوف، خش الانتريه عندك وشوفها كده، هتلاقي ان الترابيزة لازم تخبي جزء من الكنبة. اخر حاجه خلاص، انا كده خلاص بنفنش، فاضل بس حاجه اجمل منهم كلهم. بص هعمل حاجه جميله معاك، ادي خطين بس بشرط. شايف المسافه دي؟ انت سايب مسافتين اهو، مسافه هنا بالنظر كده قد بعض. هنقفل دي فيرتيكال كده من هنا ومن هنا، تمام. تعالى من النقطه هقرب كده من هنا ومن هنا برضو، مش الاخر، وممكن تقربها الاخر زي ما انت عايز، بس خليها ايه حته صغيره كده مبدئيا. عايزهم قد بعض، فنعمل كده اهو ونقفلها برضو فيرتيكال، ماشي. هنرجع بيهم هورزنتال تاني من هنا، ونقفل فيرتيكال كده، واخيرا نهرب بقى من النقطة، نهرب للآخر. يبقى كده عملنا ديكور كمان في السقف أهو، نحط بقى سبوتات ونعيش اللحظة. ممكن بقى تحط سبوت هنا كده. بص السبوت عبارة عن إليبس شكل بيضاوي كده، نلبسه طاقية كده بقت سبوت أهو. تاني شكل بيضاوي أهو ونلبسه طاقية كده، ونعمله شادو من هنا. هو ده السبوت. ممكن نحط مثلا اتنين هنا في النص تاني. هنا مثلا ممكن ننسب النجفة هنا خطين كده برضه. هعمل لكم نجفة سهلة، ممكن تاخد هنا شكل مدور كده أحلى. بص يا جماعة، طول ما أنا فوق النقط لازم كيرفات الفوق، يعني حتى دي هتلاقي كيرف الفوق. بص يا باشمهندس كده الفوق اهي، ودي لتحت كده بتدينا شكل النجف. ممكن نعملها بالشكل ده، وممكن نقسمها كده. ونديها شادو كده جميل. يبقى دي أبسط حاجة ممكن نعملها في النجف. ممكن بقى هنا اخر حاجة عشان بس بقى مبقاش طولنا عليكم الفيديو، هنحط بس اخر حاجة ستارة، نقطة هنا ونقطة هنا، ونجمع الستارة دي
وهظللها بعد كده هوريها لكم في نهاية الفيديو عشان اوريكم. طب استنوا معايا اوريكم فكرة التظليل برضو بالمرة. احط نقطة اجمع هنا، شايف؟ روح عند النقطة كده، كيرف يجي عند النقطة هنا، ودي هتاخد لتحت كده. ممكن نقسمها نصين كده اهو، واحدة هنا كده كمان، طب واللي تحت هناخدها كده ظل ونور بقى. اهو ده التظليل اللي بتكلم عليه، نمشي في اتجاه واحد كده، دي الستارة اللي جوه. لما اجي اصل بمسك قلم كده اهو بالجنب واشتغل كده، وبعد كده خفيف تقيل في اتجاه مرة واحدة، وبعد كده خفيف في نفس الاتجاه. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الرسمه بتاعتنا خالص. طبعا كل ده اضافه يا جماعه، ممكن الستاير والحاجات دي كلها اضافه. تمام، الدولاب ده ممكن ما تعملهوش انت، عايز انا عايز منك الكنبه والانتريه والنجفه والستاره. تمام، بس كده يعتبر الرسمه بتاعتنا خلصت. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو الناس مش مشتركه في القناه تشترك معانا عشان تاخد كل جديد، واي تعليقات معاكم ان شاء الله بامر الله على طول. نورتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.